بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. في الحلقة الماضية كنا نتكلم عن نبي الله آدم عليه السلام الذي أرسله، بل خلقه الله عز وجل أول البشر وأسجد له الملائكة، وكان أول نبي في الأرض. آدم عليه السلام توفاه الله عز وجل، وظل الناس على التوحيد لقرون طويلة لا يعبدون إلا الله جل وعلا. وأوصى آدم عليه السلام من بعده بوصيته لشيث ابنه، ثم ظل الناس زمنا وقرونا، وبعث الله عز وجل فيهم نبيا اسمه إدريس عليه السلام. أما إدريس فهو نبي وليس برسول، فلم يأتي بدين جديد، فالناس لا زالوا يعبدون الله جل وعلا، لكن جاء يذكرهم ويحثهم على الخيرات ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فإدريس عليه السلام نبي من أنبياء الله جل وعلا، بل كان من أنشط من دعا إلى الله جل وعلا، ما ترك أحدا في الأرض إلا وعلمه الخير وذكره بالمعروف ونهاه عن المنكر، حتى وصل به الأمر إلى أن الله عز وجل أوحى إلى إدريس: أي يا إدريس، ما من يوم إلا ويكتب لك مثل عمل أهل الأرض كلهم، كل الناس الذين كانوا موجودين. لما؟ لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فإدريس دعا كل الناس إلى الله جل وعلا ونصحهم وذكرهم، فكان كل من يعمل خيرا في ميزان من؟ إدريس عليه السلام. فرح إدريس بهذا، بل إنه دعا ربه أن يمد في عمره، وفي يوم من الأيام رأى ملكا من الملائكة، فإذا بإدريس عليه السلام يكلمه، قال له: إذا رأيت ملك الموت فاطلب منه أن يؤخر في عمري، أن يمد في عمري. وإدريس عليه السلام يعلم أن كل يوم في ميزان حسناته عمل أهل الأرض جميعا. يا لهذا الفضل العظيم، يا لهذا الخير الكبير، هذا يشجع كل إنسان على أن يعلم الناس على الخير. إدريس عليه السلام قال هذا للملك، فقال له الملك: ولما لا ترقى إلي إلى السماء، أحملك إلى السماء فتكلم ملك الموت. وفعلا حمله الملك إلى السماء الدنيا، ثم السماء الثانية، ثم السماء الثالثة، ثم السماء الرابعة، فإذا بهم يجدون ملك الموت. فسلم عليه الملك، فقال له الملك، قال: إن إدريس عليه السلام يسلم عليك يا ملك الموت. فرد عليه السلام، فقال له ملك الموت: وماذا يطلب؟ قال: ماذا يطلب؟ قال: إدريس يريد منك أن تمد في عمره، أن تؤجل في عمره، مد له في العمر. قال: ولما يريد هذا؟ قال: يريد هذا حتى يزداد في عمله. فقال ملك الموت: وأين إدريس الآن؟ قال: إدريس معي، إدريس معي الآن. وكان الملك في السماء الرابعة. فقال ملك الموت: سبحان الله، سبحان الله. قال: ولما؟ قال: أمرني ربي أن أقبض روح إدريس في السماء الرابعة. فقلت في نفسي: وكيف هذا؟ إدريس في الأرض ويأمرني ربي أن أقبض روحه في السماء الرابعة، الأمر غريب، وأنا نازل وجدته قد صعد إلى السماء الرابعة. فقال له الملك الذي حمل إدريس، قال: وكم بقي من عمر إدريس، من أجله؟ قال: لم يبق له طرفة عين. فقبض الله عز وجل روحه عن طريق ملك الموت في السماء الرابعة، وظل إدريس عليه السلام في السماء الرابعة حتى مر النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج عليه، فسلم عليه وقال: أهلا بالنبي الصالح والأخ الصالح، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه إلى السماء الرابعة، وظل فيها وقبض فيها، ورفعناه مكانا عليا. إنه نبي من أنبياء الله عز وجل، بعث وتوفي في السماء الرابعة، وظل الناس يعيشون على توحيد ربهم جل وعلا.